شبريه كم مكبرها؟ والرقاد هني علين، ليش اطلب يعني كينج بد؟ انا ما ادري، هاي حياتي من مليون سنه لازم شبريه من الكبار، والرقاد وين هالكبير وهني الطرف على. وازي اقول لكم الفراشه ما زينه، خفيف خفيف، ولا رقاد هم في هالبلاد ما تحس به. واول ما تشهد القطار على مشطن في الليل يشطنون عليك هذا، وانت تصبح الصبح تقول من تدفر هالدهره ظهر لك هالشيء العظيم اللي ما شرحته. شو بتشوف يا بوك؟ شو بتشوف؟ يلا من فضلك، اللهم لك الحمد. وحتى وانت طايح شبريك ها تطيح يسدك يا بوك هالبطال، وانت طايح هني على هالشبريه طالع هالزين وهالحيل، ولا طايح طالع هالدريش اللي من فوق، والمطر صبيب طول الليل. اقولك ما وقف المطر طول الليل، سبحانك يا رب طول الليل. اقولك ما ابالغ، الحين تريوني عريوب تراهم. انتباهي يوم يمشي شوف يدتش يا غير حصان، حرام يا غير ين حصان ويتها. صبحك الله بالخير ابو محمد، النور والسعاده. شو اصبحتوا جميل اليوم؟ بجد صراحه يعني ارتحت فيه. جزاك الله خير، هذا الزين، هذا الزين، ما زين الا المكان، ما زين هذا العيد. مطعمهم هذا مال الريوق. وين ما بتاكل والله لا تاكل بيديك وريولك. وهاي الغيمة مرة جاية حاطة فندقنا اليهامة، مرة نيش من العريلة وجاية كنا تزعل لما تشوفونها. ما بغطيطة اللي في لبنان، لا هاي غيمة صدقية سحابة. عاد ابتديت انا بشرخ الكاميرات والتصوير، براي حلو التصوير بلا محل، لازم اصور سمون هذا اصور هالمنظر الغابع شي خير عندي. كل ترى بحب الفندق شو هالبنية تشوفونها كلها فاتح حق البني. ها في الليلة تروح اللي تشوفونهن فوق المداخن كل فلة متخنها دفاية، هذه كل فلة روحها، كل فلة روحها. والمبنى اللي أنا فيه هذا هو اللي هي اللي كافي اللي كامل يعني. تشوفون في الليلة كل فلة روحها، كل فلة عبارة نفس حجرة فيها اللي أنا سويت لكم إياها، لكن مستغل شيء طبيعي. لابس مقصر ولابس ابوي ها مال الرياضه، والمقصر ابوي هذا البطيخي وهذا ابدا. انا ما تشوفون ايس كريم مال البطيخ ومال همبه، و تريح طريوي الساعه 11 وبعدين تريوي ان شاء الله. انا بتريق وبنبتدي عاد المغامرات اليوميه اذا الله راد. والله شو بقول لكم، طول الليل المطر يصب صبيب واحد. انا مفروض اصوركم اول ما ادخل، نسيت يتحي من يدي يدي اصور لكم. هذا اللي خارج ممكن من كل شيء اللي تبغاه. عقب هناك الكوفي ما كوفي بعد تدخل المطعم على ما تشوفون. حاليا وين يبون يقرون كتب وما ادري شو يتفيزرون، أو أنهم يتريقون هناك وعقب أبو يظهرون يجلسون في النهاية يتريقون يقولهم طاولة الملح. هي لك العادة مكان ما المكان في زعيج وبغيم وصريخ، لا ما الناس أبوي هادين وناس أبوي زقرت هنانين يمشون
يعدون أخطاهم، يوم بيخطون حسبوهن خطوة خطوة. وهذا ريوقي يعني الله يحفظكم المعتاد، بيضتين وسبانج هو يسمونها مشروم، وحن بيجيبوا لي التوست مالي اللي هن هنتين هو الويد ماشي عندهم براون، ما يستعملون براون، جليل اللي يستعمل براون. اي هذا برد البطين وبرد البطين وبرد البطين هذا ابوي ترى بلاد برد البطين هذا فانيله من الغلاف وفوقها شال كم مكبره وكوتها بهوتي شو بقولكم زين وكوار ضو ها تتهادر الشوات والطرف هذاك ابوي ثلج ومطر وغيم. هذا ابوي اللي يقولون عنه سمعنا الاول سمعناه به واليوم ريناه اللي هو برد البطين. هذا هو ابوي برد البطين اللي يبول الحصان دم سمعنا به واليوم هبل اللي رينا يينا لي مكانه الى عقر داره. بارك الله فيكم. احنا سجاتيه تقول لي ما زين يوم تصبح وانت مشاهد البحيره صباح بتحس بما كنت حسيت به. قلت هي نعم صحيح الكلام، صحيح الكلام 100%. يا غير ابوي يوم بتصبح مشاهد بيت الله الكعبة بعيد اخير هالاحساس ما حسيت اخير عنه الا وانا مشاهد بيت الله من تنشي الصبح من حجرك من فندقك ولان قدامك الكعبة. هذا عاد المنظر اللي فوق جمال وهيبة ووقار ورحمانية سكينة والهدوء دخل في كل ميرع عروقك يوم بتشوف بيت الله. ما أحلى عن هذا وأخير عنه إلا بيت الله سبحانه وتعالى. مكة شرف الله من عقب مكة بوية هذا المكان هنا مكة والمدينة بيت الله يعني ومن عقب ثالث هذا المكان هنا شرف خيبي يعني. لا خليت نرويج، لا خليت السويد، لا خليت فيينا، ما خليت دار تعد وتذكر من قبل ما يطيح السناب من السبعينات وأنا أورج ما خليت بقعة في سنتي 3-4 وديات أسافر. يا غير شارات الراحة اللي في مكة شرف الله ماشي كان قيض ولا اجتمع بموسم نزيد ورقم 3 هذا من عقب مكة والمدينة هالمكان الشرب خيبة راحة وهدوء واستجمام ومناظر طبيعية وتشوف عجائب خلق الله. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ومن البارحة باليوم المطر صبيب الحين شوف هاك الظلمة اللي هناك باللي بال هاك وين الفج العميق هذاك هاك كله ترى مطر يصب صبيب صبيب المطر والله هاي ولا بهام منهم سايرين يتكشتون. اليوم سنة سيرتنا طويلة عريضة الحين سايرين ما برد إلا في الليل خلاف على بوافيكم في المستجد. هنها طويرات من دسات أبوي فهلش شو عن البرد حليل هبالله البرد عن رسحن المطر بيكون بعد مدريات حليل محد ما يبى محد ما يبى الدرع حليل حليل ما ندري شو متشير اشوف الطويرات ينجبلنا هذا الزهر يكون شيء من اللي ما نعرفه نحن اللي ما يظهر عندنا شيء من هذا الفواكه اللي تيمة في اسبنس وفي الكارفور الأشياء هاي مع الفصات والأشياء اللي شارات اللومي هو مبلومي اللي شارات الهمبة هو مبهمبة هذا نحاز زراعة بيكون هي عيشو عيش بالزهر ونسوي لها خنابيل أكيد أكيد وهذا حركته الشمس بيكون بعد تهنيتهم الشمس تحرقهم تحرق ال Good morning. أسأله أقول له شو اللي بقى اليوم ترى الحين مطر خاري صبيب قال كل مكان اللي غررناه البارحة بنسير بنروم نسير له إلا بس مال the one what we cancelled the jet boat هذا مال القارب اللي هو لأن القارب لازم يكون الدريور يشوف زين قدامه وهذا يمتاز القارب بسرعة معينة أو شيء من هالقبيل فلذلك يقول ما بتروم نسيرون لأن الدريور ما بيروم يشوف فلذلك يقول يتحول إلى بكرة أو يردوا لكم بيزاكم يعني حسب الأرصاد الجوية يجيهم مطر فجأة فلذلك يتكنسل الشيء اللي هم سايرين أسد مطر ترى مطر صبيب صبيب المطر
ما كان حين ابتدى يومنا الساعة 12 ابتدى يومنا وحين سايرين جدول معين مرسوم شو اللي بيتم وشو بنلغي العلم عندك وصل؟ زين اقول كم حد من العرب اسئلته سخيفة زين شو اسم الفندق معقولة اسم الفندق انا اول ما ابتدي احط الستوري حطيت اسم الفندق وموقعه وين وشو علمه وشو خبره بيلس اشرح اسعار الغرف واحد من الاسئله شيء من الاسئله عاد الخوي سلم قطنه هاي عاد ما تي الا من الناس اللي مره لا تساره ولا تديو اظني طريف ما تدي وصلوها طريف ما تدي او طريف طريف ما تدي وصلوا اسئلتهم الاسعار والاكل بكم والوجبه هاي الفلانيه بكم وهل ان حلال او حرام وشو الجو في البلاد يعني تشوفون ترى الجو ترى معروف الحين بالانترنت تقدر تعرف الاجواء والفصول والاسعار الفنادق ومستويات العيش فيها وتاكل وين وتشرب وين وين اماكن المسلمين وين اماكن البانيان كل يبين يعني شو المشكله تبذل شوي يهدى وبتهتم من عمرك قبل ما تصير تسال نحن قروبنا ما شاء الله تبارك الرحمن يسأل عن متى بي حتى المطر والعلم عند الله لكن يشيكون ان الوقت هذا يوالم هذا ما يوالم سيرتنا الوقت هذا هل انه تسمح ان نركب طراد ما نركب طراد يستوي ما كل مرتب وشو البديل بعد شو البديل مقترح البديل موجود هذا الفندق اللي نحن ساكنين فيه شو الحين الدنيا هاي نحن الحين في عين الماء هذه كلها بوي الدنيا فنادق وكلها فايف ستار وكلها من أروع ما يكون وكلها مشاهد البحيرة هنزيد يا غير فندقنا نحن يمتاز إن مال ناس هادين ما بمال ها شو ها الفندق هذا ما شي شارات تحرق أصير إلى الزبد يا غير بوي في عين الماء في نص البلاد نحن فندقنا شوية معزول شوية يعني 3 كيلو عن نص الماء عن عين نص الماء عن عين الماء أبوي كله الأغلبية تأتيني المكان اللي نحن ساكنين فيه ما يصلح حق الحد يبى ناس هادين يبى ناس أبوي يكدون عمارهم طول اليوم يكدون عمارهم ويوم بعديهم في الليل يوم ضووا صلوا وعينا من الله خير وانطبنا شو هاي عارف ها شوف كلهم هشوف الفنادق شوف الجروبات تسكن كلها بتبع الشركات السياحية وبتقدر تحجز من شركات سياحية ليه في الإمارات أو في الخليج أو من شركات سياحية ليه في العالم من في الانترنت تقدر ابوي تشوف الاسعار انغلوا عليك في البلاد ما بيغلون عليك ابوي في الخارج وانغلوا عليك في الخارج ما بيغلون عليك في البلاد صح اور نات رايت اور رونج pardon thank you حليل تفاجئ يلا برايك بعد برنامج خلاص بعد يقول لك اللي المنطقة هذه اللي هي نحن فيها ولا يطالع الطير هذا عندهم طير يسمونه كيوي وهو شكل كيوي يا غير يقول لك من الصعوبة انك تروم تلقط تروم تاخذ له صورة صعب يعني الا للمحظوظ الحظيظ يروم يحصل له يلتقط له صورة ما تشوفون ممنوع النور وممنوع الرمسة وممنوع التصوير وممنوع التليفون هذا كل ممنوع ألم ما تشوفون والله قالوا يا رمستو لن ترفع سبقوكم هذا ألم ما تشوفون بعد تحذير بندوا التليفون وما شي فيديو ولا شي كاميرا يا ويلكم يا زوال ليلكم لا يا ويلكم يا ظلام ليلكم ترى برايكم ما روم ارمس عملوني برمسكم اخلاف دخلنا بالظلام ما برم اتكلم تراني ما في البدر المكان فنان وزين وكل ما في الامر تدخل غرفة شفتوا وين قلت لكم توسخها ما حد يرمس وين التصوير تدخل الحجرة هذيك وشي كرسي طويل مكان ظلام ما تشوف صبعك يا الطيور يكون داخل يعني ويشرحوا القصة حياتهم كيف يعيش وما ادري ايش قايل طريقة اطعامهم يعني شو
شو اللي يميز الطير هذا عن غيره؟ شو اللي يميز الطير هذا عن غيره؟ هو هاي معلومات الواحد يقدر يحصلها على في الانترنت. يعني طائر الكيوي بس موجود الا في هالبلاد اللي انا فيها اللي هي نيوزيلندا، واي معلومات عنه وحد يباها يرم يتخلى على الانترنت ويعرف. كل اللي شرحوه هناك يعني بالتساعة او 35 دقيقة، واروم اخبركم به كله ما فيه. هنا اروحي ما زال كان زين للي يبغى يعرف معلومات، يعني معلومات يبغى يستقي معلومات يبغى معرفة على الطبيعة بدال ما يدخل في الانترنت وهو موجود في هالبلاد، يدخل يشوف طائر الكيوي. ها طائر الكيوي حلو شكله، ما بحلو شكله على ما تشوفون شرات الدويب اللي في العيش شكله، يا غير هذا عود صغير صغيروني شكله حين، لكن هو بالحجم كبر الدياي ما ادري. يعني حل العربي اي به يشوف هالاشياء، انا اشوفها شيء عادي يعني دياي دياي والناس متيان تطمش عليها يا غير ظلام. يلا يلا تشوفها، يلا يلا اشوفها كلهن حاطين لهن تماثيل مال طائر الكيوي يعتزوا به مثل ما نحن نعتز في الحبارة ونعتز في الأشياء هذه. هم هاي الأشياء يفتخروا بها، كلنا يغني على ليلة شو يعني، وللناس في ما يعشقون مذاهب كل إنسان. هذا مكان من الأماكن اللي مفروض نيهن أول طهارتنا، وخلافة حين أظني بنسير تلفريك بنسير، ومن عقب التلفريك الله يحفظكم بنسير أظني المفروض نسير الجت هاي الطراد اللي تشيل السريعة. يا غير ما أتوقع أن بالروم نسير أنه مطر، وقت اللي يكون مطر يختل البرنامج عندهم، فهذا ما يأتي في الحسبان بالنسبة للترتيب. يعني هالشيء علم عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يتصلوا بهم ويأجلون عن البكرة أو يأخرون أو يردون بيزاتك يلي تحاجز، ما بيقولون خلاص أبوي قضاء وغدا سارت راحت فلوسك يا صابر، لا يدونهم مثل ما شلوهم. هذا القانون عندهم في بلادهم، خلف القوانين في النظم، ما شرات شيء من البلادين مالك مالقو. من سياسة هالبلاد هذه وانت ظاهر من أي مكان فيه شيء خاص في المكان اللي انت فيه يحطون لك أشياء وانت ظاهر، اللي بيشتري كتيب، اللي بيشتري ها طيور، اللي بيشتري المهم شيء خاصه في المكان اللي انت فيه، البيئه اللي انت فيها، فكل شيء موجود عندهم، حلاوه طيور تماثيل ما ادري شو، كل شيء يخطر في بالك موجود عندهم، تاخذ اللي تباه وتتم مبرج. هذا اكثر يحط وقت شيء عاد المكان، يركزون على شو الاماكن اللي فيها مثل هذا الكيوي، حط الكيوي حط مجسمات كل مال الكيوي بس. يلا برايكم هذا الكيوي، هذا الكيوي شرط حبة الكيوي شكله على هالأساس مو كيوي، ما في زود طير حاله حرطي بعد ما يتشاهد، بعد ليه تغاوي بعد يتشاهد ما عادي شوف ينجز حتى اشتهر. ما قلت لكم مراري من كيوي، سلاسل عليهم كيوي، هاي صفر بمالها، ضيبات شغاب حيود كل كيوي، كلن يغني على ليلى. هاي نقول كلن يغني على ليلى، هذا ابوي كلن يغني على ليلى. كل شيء عندهم ابوي، ها صابون بريحة الكيوي، فودر بريحة الكيوي، بيدام بريحة الكيوي، ها كل شيء بقول لك مال كيوي، كل شيء يخصه في الكيوي حاطين صورته، كل شيء ابوي، لان ابوي ها معتقد عندهم انه هذا تبعهم روحه. كل بالكيوي، شوف وين ما تصد ابوي، ها شوف بيضة، ولا وترك على البيضة ابوي ثلاثة شهور ترك على بيضتها، بسم الله الدياي العادية 21 يوم، هي 3 شهور. Yeah, I just looked up to see how many people live in UAE, and it was 9.5 million. Yes, this is the newest. It's a lot of people. Yes, it is. They're not a very big country. Yes, but it's a lot of people. Yeah. 9 million something. It's not. It's very busy. Yes, hey, mashallah. Yeah. Not only our country, also famous, very special things in our country. Horses, apparently, are very. Everything, good. Too many things. Yeah. I can't say to you in 1 minute. Or in 10 minutes. Yeah. I have to finish 20 snap and
I told you 10% looking back. Formula One. Yeah. That's good. You're fast Formula One cars. Hey, mashallah. Not a race. The Formula car. Yeah, Formula One. Ah, yeah. You heard about that. Mm. And also the highest building in the world. Yes. Yes. Khalifa. And only 11% of the population are Emirates. Yes. And the rest are from everywhere else around the world. How do you know all that things? I just read it. Wikipedia. Hey, mashallah. Wikipedia. Google. Hey, mashallah. Just Google. Yeah. I was very surprised. Yeah, it is. There's so many people living there from other countries that have moved there and lived because there permanently. Because it's a safety place. Safe. Yeah. Safe or safety matter issue? I mean, I don't know what they call it in English. Safety place. Safety place. Yeah, safety place. I'm sorry, I went to Funa. Shall I come to the Funa? None of that. أقولكم الهمبرجر البارحي زين يا أخي ويلتش البطن اللي يبقى يرتقم يأكل منه زين يا أخي ما بنحينه زين يعني في شيء مميز نكهة معينة شيء ما تبقى من شراته يعني ما في شيء إنه يعني يختلف طعمه عن طعم الهمبرجرات اللي من غير همبرجرات الهمبرجر الثاني همبرجر الأولي اللي قبل 30 سنة ما أخلنا هو نفسه يعني ما أدري غير يقولون هذا لحم فيل هذا لحم أرنب هذا لحم غزال هذا لحم ما أدري شو يعني ما في شيء أنا ما تشوفون هذا هاي الأشياء المقترحة عندهم ها أشوف خلق الله ما خلق ها لينات حليل أربلكن الله ما قواكن أرهني أصور والله خلق الله يعني حد خاري حد من ناس ما تشوفون هاي يعني الأشياء ليه بتنعرض يعني تصير إنك تقطع التكييت وتركب في هذه حجرة التلفريكة عدلك المناطق اللي هني مليون بلاد فيها تلفريك ندري وكل يا غير كل بلاد تختلف عن الثانية من ناحية المناظر مثل مناظر هالبلاد ما شفت عجبت مارو أني أقول أني شفت هالنمونة مناظر ما خليت أبوي شرق الأرض ولا مغربها هالنمونة ما تشفت هذا يا أبوك الباحة أخذته شال لكن يا أبوك يوم تحط على ركبك تلبق بكبرك تلبق عشان حد يلبق هذا خليك تلبق يقول لك البلاد هذه اللي الشيء اللي يصيحون منه فيها عسلهم عسل نيوزيلندا يقول لك ماشي شراته في الكون واندر الانواع واجمل الانواع وانطعها والذها واغربها موجود كان بتشل كان بتشل لا تروم بتشل ابوي وزن ولا شياتك ما تروم بتطعم عن خاطرك هي تطعم عن خاطرك هي غير انك انت بتروم تشتري عسل حق جسام ولا شياته نحن طبعنا ما ودره بنطعم فلان بنطعم فلان لا ما تروم ابوي طعيم فلان وعلان طعيم فلان وعلان ما تروم هي والله يلا برايكم شوف اقولكم يقولوا ان شيء الطيور عندهم من اللي يجي هالبلاد لازم ياكل من لحمة الطير شيء عندهم طير what's the name of this mutton bird mutton bird دوانه هذا عاد mutton bird الحمت مميزة here in this place or another place oh you can get them anywhere but you just you need to find someone who catches mutton bird you'd have to ask around to find someone who catches it for it's you. Not in the restaurant not normally it's not a good meat not a good not good and it's not a no neither quality meat but it's just a lot of people eat it Why they eat it if it's not good? Because it's traditional. Maoris. That's what I need. Anything traditional, I like to try to it. Test it, inshallah. Yeah. Or to try it. سمعتوش بقى إن يأكلونه لأن أبوي مميز وأنا أحب أي شيء غريب أطعم منه. هي نعم. صدق والله. هذا الشيء اللي مبزين عادة. ده تكدن هالفقير.
قلت له الحين ظهر لي صور الطير لكن كنت مذبوح هذا مظهور الحمى الحمته والله فندوته بيضة يا غير قلت في خاطري يرميني اياه هو حي ايش قال صورته احنا ياس يحاول ما تنبرد عيزه جلب من هالساعة مسكرت عنكم لين الحين خلي ولي نوني نوني ما لقطه ما لقطه you didn't find it ما لقطه فقير ما لقطه هذا هو بسم الله it's not very good pictures could you make it big هذا ها معدر ابوي ما با يوم الاهل ها بسم الله dive under the water for the food هذا لوها we are not eat this one لوها no 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 we don't eat it انا اقول ابوي عارفه ابوي لوها لوها ابوي نحن ما ناكله we are eating the baby loaf the baby we eat it. When it was small it's coming white color when it's coming old going to black Yeah. A lot of gamel in the rat. What is in the hair here? What? يا ربي قم فتشت عاد الحمار من لوحة الحين. الجمل شو اسمه بالإنجليزي؟ ويد. No eat. يلا you go. Thank you. أوي. بسم الله. Wait for the balance. Yeah. 30 minutes, huh? 15. 15 13 دقيقة 13 minutes until we reach up 13 دقيقة لين نوصل فوق thank you thank you ها بصور ما صورته هنا والله خلق الله ما خلق قاضين ليك كم طول هالليل بدت عاد الحين رحلة الصعود والله ركس كان تبون الصدق ما بشارات البلادين اللي من غير ميلتن عادي لا هذا ركز مرة حليل هالكلمة ركز الأول ها تروم تركز الأول يوم بالسياكل ها تركز على تاير تركز على تاير هي كم حتة الركاب كم حالتنا لله يعني يا رب البيت والحرم والله اللي بقعتم فنان وزين وغاوي ورحلت موفقة ولله الحمد لين حد الحاضر يعني what they have up what do they have up there's a restaurant and a cafe there's a movie telling you about all the area and showing you everything there's a jelly bean shop which is hundreds of jelly beans there's viewing platforms bungee jump ترى يقول محل ما جلابيات jelly bean shop جلبي زين والله ترى يقول محل ما جلابيات زين okay that's it oh the luge ride bungee jumping viewing and parasailing or you can mountain bike down بح اعتقد اخر كلمة قال تروم تعبدا وين من فوق انكم يمزح ما زينك من دار ما زينك من دار والله فنان هالبلاد فنان وفنان بعد هب اللي فنان يا سلام سلم سبحانك يا رب على ما تشوف شو الحبال اللي تشوفونها تحت هذه الوادم اللي تبوي مشاعري ولها لين قمت ليبل ها بسوي لهم بوي مقبض هب مقبض يعني طريق يعني معروف ان هذا طريق اللي يقبض يونه المشاي رياضه نوع من انواع الرياضه اي والله والله حلو بعد انا انطحت خلاص عاد لا حد يصير يدورك اي شوف هذا مره عاد الحين وصلت الى مرحله الخطا بس يو كان ووك داون تو ذيس فيوينج بلاتفورم هير ترى هاي دريشة طلقة خيبة بسم الله الرحمن يا رب البيت والحرام هي هذا أبوي وين يتعلقون العرب بسم الله الرحمن الرحيم والله لو يعطوني بدل
هل يقولكم البارحة شيء قصر فوق؟ شيء قصر مال قصر شيخهم أو رئيسهم؟ هذا أبوي ظهر بعد لا قصر ولا فندق. القمة مالت ليبل اللي سمونه اللي فوق اللي مال تلفريك. هذا حب أنا مصاب. شيء بعد من غير ها الحين توصل هي فوق القمة هذه تشل بحبايل ها يركبونك وتركب عقب يحطونك في الزحلقانية هاي ها. تنزل من الكرسي وتجلس في هذه اليلاسية شرات القيصرية مات صغارية لكن ما فيها خبق في النصيفة زين وتفتش بعمرك عاد ما من فوق يخربها هذاك هذا طريقها شوفوا ما حد ما شوف حد ها شوفوا ما ظهر حد ولا شان صورتكم إياه لكن ما ظني نزل كنت تحت بس أظن المكان معين يعني شو ما زين المكان لا إله إلا الله سبحانك يا رب شوفوا خود ما ادري شو شغله طويله عريضه ثرها من فوق اظنها البداية من فوق البداية من فوق نزولا لين وراء البنيان هذا اعتقد يمشي لين ينزل بك هاي نقطة في اللقاء تحت اعتقد يعني كان شو مال يحالوه كنا المكان هذا ها شو يحال ها صغارية ما صغارية يعني ما بمال كبارية العرب كلها ابو يصور عمرها وانا ما صورت عمري قالوا لي لهل بلاك ما صور عمرك الا فيديوهات فيديو صورت صوره عاد خاصه حق لهل اقول لكم والله المكان فنان ابتدى شويه مطر شي خفيف خفيف شي خفيف خفيف بعد قايل هذا خفيف خفيف شي اسبوع قد انحثات تسمعونها بسم الله الرحمن الرحيم حشفين حتى اسبوع الحشفان هذا صيروني باغم انزين اقولكم والله المكان فنان فنان ولا شيء شرات حلو ومتعه برد ومتع والله انصح بالزياره انصح بالزياره لكن ما يبي حد عياله شياطين وملقع لا اللي بيحد عياله مذهبين يحيد ابوي عياله بلي مذهب ابوي برايهم هناك يخليهم ابوي في داره بعد في الحوي في بيتهم في بيته يعني يخليهم تحت الصرم وتحت السدر وتحت اللوز هاللي يحيد عياله بلي مذهب واللي يحيد عمر مذهب عياله لا والله يظهر بهم شرق وغرب هذا عاد يوم الله مرزجنا وعنده شيء تول يعني يظهر وشيء مستويات في هالبلاد يعني العالم ليون هي كلها مليارديريه لا شيء جميع المستويات انا شفت طب بعد جماعه مرمسيني من بني شامس مرمسيني من هالعين مرمسيني بعد من هالدبي شفت كذا مجموعه يعني وناس عاديه يعني مش من التيار حالهم عادي يعني معقول اللي يجون هي بس التيار لا اعتقد هذا غلط هذا انا قايل انه لكن اعتقد الفناء يبين الانسان اللي عنده يسكن المكان يعني اللي وايد غالي والإنسان العادي أكيد جميع المستويات موجودة أنا في اعتقادي أي إنسان يروم يكيف نفسه وين ما يصير مطاعم شيء مهات مطاعم مهات $10 تتغدى وشيء أبوي مطعم تتغدى بمليون دولار 100% في وين ما تصير في الدنيا العودة
وشي فنادق أبوي تبات الليلة $20 وشي تعيش تسكن الليلة $200,000 كل موجود. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. ليش مسوين شيء قيمته ب10 وشيء قيمته مليون؟ ترى هذا أبوي له زبون وهذا له زبون. يلا بس عليكم يلا بنار مسخلاه. صورت عمري بما فيه الكفاية ما شاء الله علي ما زيني قاعدي اليوم. يلا باي. شيء منظر من الطرف الثاني نصير نصور. حين صورت لكم العرب اللي مناك نأخذ نصير نصور حين بنشرب لنا كوفي الحين يدفي اليم انثر هلا برودة طع الخشم. ها أول ما ييني أنا هذا أول ما يحمر تحمر قمة خشمي قمة الخشم أول بادي اللي تحمر. طلب اللي نحن عارفه ماكياتو اللي هو سبريسو مع شوية مع فورم. عندهم في هالبلاد يسمونه بيكالو. البيكالو شراته شرات الماكياتو يا غير الحليب شوية أكثر. الماكياتو يحطون عليه الفوم بس الزبادة زين وال يسمونه البيكالو لا يحطون شوية ليب زيادة تزيد عن هذاك اللي من قبل. We'll go now this place. Cornet Peak. Yeah. Cornet, what they call it? Cornet Peak. Now we are going there. Is it far away from here? No, it's right there. I know. How many kg? Oh, maybe 6 k's, 15 minutes, 20 minutes. 25 k's, okay. 25 but minutes. It's snowing there now? No, it's not. This is live webcam. هذا الحين المنظر حاليا المكان اللي بنزيل له. Finished. لكن شد ياها الثلج وخلاص الحين موجود الثلج. ما ينزل الثلج. الحين بنزيل المكان هذا إذا الله راد. جعلنا من الحين. شكرا. Thank you. التحضير حضرت لكن ما صورت تروعت انها تفتن علي لكن لذيذ وايد فنان هالبيكالو نفس كمية سبريسو يحطون حليب اي والله ولذيذ وحلو حلو يعني قصدي انه فنان يعني هذا اللي يقصد انه حلو. يلا برايكم بكم عيبني وحين بقولها تطلب لي واحد ثاني بقولها تطلب لي واحد ثاني جاجي وحين بصور يوم بتخدمي. استأذن بنتنا وقلت لها تراني بصورت قالت برايك صورني. طعم ما تشوفون لذيذ والله انه غير نمونه طعمه فنان. ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو ات واز وندرفل فابلس ديليشس ديليشس ديليشس. وات ذا كود نيم فور ذس وان ذا نيم بيكولو بيكولو ترى وانا قلت بيكولو. يلا لا طلب دبل بشيركم بعد على فكرة المطر أبوي صبي على ما تشوفون على ما تشوفون البلاد تكاد أن تكون غط عن الرأي. ها شباب وين يتزحلقون صغاري قلت لكم ساعة ولكم ما لي حالو يعني ما مفرخة. إيه شوف البنفسج هناك وين ما يشدك إلا البنفسج. طيب وين ما تصير تلقطه هي حافظ عليك البربل. إيه يا سلام سلم هذا على الاتجاه حين من الطرف الثاني بساعة كنت الطرف هذاك وحين الطرف هذا. لما يقول لك فلان والله دمعته كل دمعة كم أكبرها أظني هالنمون يطرون الدمع ورا دمع دمع النمونة. رب أبوي كل هي تصور وأنا ما يصور عمري. لا والله بصور عمري ها أنا ويا البلاد ويا الزين. ها يا سلام سلم هي والله مكانهم اللي فنا شو العرب كلهم يصورون وأنا بلاني قاصر أنا أبوي ما بقاصر دوكم شوف الصحة هذا ويا ترى دربنا شوف شو الصحة ويا رب الله الله العظيم كل تغربي لي غرب الله تغرب الله ما نستوي أبدا. يا سلام سلم هذا اللي حاطنا على رأسي خرخش وخرخش وخرخش وخرخش. المطارب عندي ورا ليبل هذا كنا شو الغيبة يتحت سبحانك يا رب.
لا إله إلا الله. هي تمشي هي تمشي ها. والله العظيم يا بلادهم تستاهل وترزى من يعنيلها. لا والله اللي ما يجي اي يعني ما الودي وحده في العمر اي ما الودي يعني ما بنك الحين اتي كل سنه لا هاي تيها مره في العمر مره وحده يسدك ويزيد. ايه تعال ها هاي وين جاي الحين انا بنزل في الطريق هذا والله خرت نيم عشان تبون الصدق ها لما حليل هم صغارونها يبين صغار. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رب ان خير الحال. كالعادة وانت تظاهر من عندهم لازم تخط المحل هذا اللي يبيعون اشياءهم اللي تابع حق الموقع اللي انت فيه عادة تكون اشياء مميزة يعني على ما تشوفهم على هالتكالي يرويك الشيء اللي يخصه في المكان اللي انت فيه ثلج ويبال وما ادري شو هذا اللي بيبيعونه قفازات. وانتهت ابوي رحلة التلفريك والحين اشبكته وسكروه هم ما بسكر الباب خاطر بيخلونه طلع او يمكن نسوه. زين اقول لكم انتهت رحلة التلفريك الحين وحين بننزل تحت بنسير على الله يحفظكم. Where are we going? Coronet Peak. Coronet شو؟ Coronet Peak. Coronet Peak yeah. Coronet Peak. This is the biggest, the highest. The ski mountain just. هذا اللي يبقى الخاص للتزحلق حق الثلج ولنا. Ski mountain. Mountain. هو بس بنيس نصور على الحين هذا اللي بحبه اللي تشوفون كلهم صورنا ونحن جايين. يوم نحن طالعين فوق وحين نحن نازلين بحق شو أصور؟ وين؟ which one؟ داك اللي بشوف وين؟ داك وين؟ لكن ما يبين أبيض في نص السحاب وين بيبين؟ ما بترون وتشوفون. تراتي بصورونك وانت ظاهر عاد تقبض صور يخيرونك. بغيت تنشلهم ما بغيت الخيار الاول والاخير عندك. انا شليت كل جماعه كل حد بيصور شال صورته. الحين قريب نوصل للقمه هذا الحين ابتدى الثلج ذاك وين تونا كنا شو البلاد وين؟ وين البحيره هناك سايرين وين قمة اللي صورتكم وياه من تحت. جبل الجليد مال جبل الثلج هذا جبل الثلج الدنيا على ما تشوفون يلتن وحده وين تقول تتنصح وعاده يكون ابوي شغالين هذا التلفريك ماسكين يا غير اليوم ما شيء لاجل ابوي شيء امطار كان الصبح عندهم شيء مطر ما يسوون هذا الشيء ما شيء سكينج هاي اللي يزحلقون كل هاي العالم قديم الدنيا ابدا تنغش من الخلوق يا غير اليوم ابوي ما رامض والسبب انه مطر الصبح لما شفته اليوم اللي شيء مطر ما يرمون يسوون هذا الرياضة التمويل ماله ثلج هذا شيء والله جميل يشلهم ابوي هذا الشاطوحة هاي يشلهم لين
تشيلهم لين فوق القمة آخر شيء وتفتش بهم يردون عادي يزحلقون روح عريولهم على هذا مالهم. اي والله هاك حريم لافات روسن مال برد تحريت من الحجبات. شو بقولكم محنة الجو محنة تحت بعده تروت تنصخ. فكان هالعرب اللي يتعلون مخصوص يجلسون ويعيشون في نص هالثلج نعبو قولة. اي والله عايشين ترى من العرب لوادم من غير يعني كيف يعني هالشي وايد اشوفه هنا. ابوي تروت تصبر حين انت الانسان عن الشمس. والله يا الشمس ينها نعمة نعمة من عند الله سبحانه وتعالى نعمة ما يعلم بكمية فائدتها وقدرها إلا الإنسان اللي فارجها. نعم والله لو أنا أجلس هني عند شهر لقطن أنا عن عمري والله لقطن وين أصبر عن الشمس. أنا أصبر عن الشمس كان ما أحوط في الحوي وإجلس جبل نعم كان ما أجلس في الحوي وأحوط تحت صريماتي وإجلس أبوي تحت الويميات وعندك ودونك وازقر مكران وازقر ابويه دواركا وملحناية واسولف وياهن واعرق وانشف وتسبح. انا ابو معقول اني انا بروم اعيش هالعيشة؟ لا والله ما اروم لا انا اظني ولا غيري ما ضرينا على هذا اني طالع هي نعم يا اخي ان نعيش حالنا من حالهم والله ما روم اظني بعد حتى ما تشوف ولا يوم يقول لك والله حد منهم ماتوا من السقيع ماتوا من سمو هذا تدل شوف الله عليكم يا غير ملح مبروش ملح ابوي حق لبيب حق الرزيم حق الرزيم في دمك ملح مبروش ملح مبروش سبحانك يا رب الله ما يستوى صيده وشي هذا ما يبحث ابوي سير ويب قوالب ثلج ويب وثلج ودقدق ابدا ابوي يمزروا لهم يواني ويذرون سميتات والله لو بيكمل لنا سنة ما خاصة متجم في هالبلاد حتى اسبوعي والله نيمدا والله العظيم يا هالبلاد سبحانك يا رب. شوف لا إله إلا الله سبحانك يا رب. ما عيش لا والله خمس دقائق عشر دقائق بس علي machine. What for? This they, machine. It's a specialized snow making machine. These? Yeah, they make snow because we don't have natural snow. Uh-huh. All these machines? Yeah, all. All. All these machines, when they don't have enough snow, they make it on. سبحان الله شوف انت لا اللي عندي يرضى باللي عنده ولا اللي ما عنده ويسادنا اللي عنده طمع ابوي ترى عاد دبي عندنا وعند غيرنا اللهم لك الحمد طمع ابوي عاد دبي حد ابوي ما يعزب العجب هيك بضراها على ما تشوفون غير سرب هو وحده اللي وصلنا على ما تشوفون والله يا ابوكم اني اصور اسبوعي يمدت اسبوعي يمدت
والله يا ابو غدا غدا طيبات تحران صروب غدا كان حد اسبوعي غدا صروب انا ابوي اصبعاتي غدا صروب لا اله الا الله سبحانك يا رب هذا بلاد هذا ابوي انا بنك بحره هذا مكان ابوي هذا مكانه وله له المكان هذا الثلج بلاده هذا على عمال بحره عاد شد نزلنا نحن نازلين في الطريق جلنا تقريبا 10 دقائق ونحن نازلين نحن بالاتجاه جده البلاد ومن وصل لو شفت شيء زين ويتشاهد وعرفت نحن وين سايرين ترى بخبركم يلا الحين تقريبا نحن نازلين وانت سائر وانت سائر شوف هاك الطريق اللي تشوفونه هاك كله بنك وضع نحن وانت سائر هاك لين تصيح اذنيكم يلي في لندن تصيح اذنيكم يلي في لندن كلكم على الله يحفظكم ان شاء الله ياتي ابوي مسجاتكم وياتي ابوي رسائلكم وانا ابوي بخير وبسهال وما عني منشود وما اشكل افراقكم وبالاخص عاد اهل البطين على الله يحفظهم واللي يوهم بعد من امريكا وصلوا عند اهل البطين بعد ابوي شكرا على السؤال واللي هم من اهل دبي عاد ويا ولندن عند اهل البطين بعد لهم كل الشكر والتقدير على السؤال وإن شاء الله أن عيوني بتيكم إن شاء الله إذا الله جعل من حييد في أقرب فرصة إذا الله راد أنا أتوقع أن عقب العيد زين الحين ما يستوي أبوي الحين وايد من وقت الحين أنا في شرق وأنتوا غرب ما يستوي بارك الله فيكم يلا تحياتي وأشواقي ولندن أبوي بعد ترى ما عليها زود عدت في لندن بعد لندن شيء خير من لندن لكن لندن أنا محل إن غدا لناظره غريب ان شاء الله بنرد البلاد نكمل اسبوع وي العيد يخطف كم من يوم ان شاء الله بتي بي وقت سيره لندن اذا رجعنا من الحي وان شاء الله ابوي على الحي كل شيء جري يلا منو اظني بنسير ما ادري وين وبخبركم اخلاق شوفوا هذول مصر شو اتحراهن انا اتحراهن ابوي كنكري هب كنكري حصه يعني منثر ترى شيء بس يقول لك يصفون منو وثار هم طلعن يعد يعد ياكلن يوم الادم اللي ياكل وايد ياكل وايد يقولون له يقولون عن ابوك انت ياعد دوم كم مدلي رقبتك في المطعم الياعد من تيلس تاكل ما تحرك راسه تازم ابوي في مطعمها تاكل على هالاساس يطلقون على الانسان اللي دوم ياكل يقولون له انت ياعد دومك مدلي راسك في المطعم لذلك اختفنا على يعد واليعد يعني الله يحفظكم لونهن شي رمادي حريت انا حصة صلابيخ من الكبار ومن تثرات يعني على السهل هذا طلعن لا يعد شو هاي المطواي ملحف هاي سوق كل برايد كل برايد هاي المطواي شو تريهم بعد وقت محل بيكون ما سووا البرايد بهالطريقة الا بيهم وقت محل ولا ان ظنيها يطونه على أساس ما يخرس يحففونه ومن يحف حطوه في الاستورات شوف الحد اللي عنده لازم ما يطعمونه من طرفه إيه لأن أكيد يجي وقت يجيهم محل تي بس الدنيا هالكل لو تبتي بس أكلها خلاص شوف الاستورات على هالتقالية أكيد يجيهم وقت ما شيء عش ما ظني العلم عند الله ما سووا البرايد بهالطريقة ولفوهن بنايلون إلا أن أكيد 100% أن يجيهم وقت محل 100% بسأل الدريول لكن بيكون وايد صعب الحين هذا سيرنا تونا واصلين هالمنطقة يسمونها ليج هيز منطقة عندهم بس البحيرة هاللي تشوفونها هالبحيرة بحيرة كم كبرها كل يوم يكون ناس وايد فيها عالم لأن ما يكون هو اليوم الهواء لازم أنه من إذا الهواء يجي من الجبل هذا وأنت ساير تي جدا البحيرة العالم تي لكن يوم الهواء يجي من عالي الجبل هذا تي وأنت ساير الطرف هذا الناس ما تي شو عاده هو قال شو السبب لكن أنا ما افتهمت لي يعني شيء وايد تم يرمس وايد يعني رمس كانت فلذلك استصعبته وما فيه ترك اللي ما يعنيك فايدة
كان يبيهم باكر ورا باكر حق يجلس يتخبر هكذا ما فيه اللي يبي يعرف ابوي يدخل النت ويتخبر. اي نعم لا تقولوا ما قلت لكم. يا ابو كثرها بحيره كان هذاك وين يدري ولا حليلي تريا وكل مكان يصير ويانا يعني ركبنا في التلفريك حتى باكر سيرتنا الرحله مال باكر هو يتخبرون الشباب يعني يقولوا له شو رايك انت بتصير ويانا؟ قال انا لا اول بادي. قالوا له ليش يعني ليش ما تبتي؟ قال انا احلم اني اي لكن انا شغلتي دريول. قالوا له لا ابوي ودر عنك دريول وغير دريول انت ويانا وين ما نسير بنسير بك ويانا وين بناكل تاكل ويانا وحارك ابوي من حالنا. هذا اللي يفرق ابوي شخصيه الاماراتي من اي جنس كان. الاماراتي وده بالخير حق العرب كلها. هي نعم وده بالخير للعرب كلها وده بالشيء الرزق للناس كلها ما يستعمل الشيء يكون اناني نفسي نفسي ولا املك سواها يعني ما يحاتي الا عمره. لا الاماراتي وده بالرزق اذا الله رزقنا الله يرزق الناس اللي من غير وان شاف احد عنده خير ادعى له بالخير. نحن تي طبيعتنا والاسلام والدين وكل هذا اللي يملي علينا. فكان حد من العرب من يقبض الشيء وده الا له وده الا له يعني. فلذلك سبحان الله بالفطره شخصيه المواطن الاماراتي انه وده وين ما يصير العرب كلها تستانس وتاكل وتشرب مثل حال من حال يعني. امنيه اكيد مستحيله لكن سبحان الله يعني الواحد يتمنى وكل شيء على الله سبحانه وتعالى رب قادر. حتى شيء استراحة ومطعم وما أدري شو غير أوادم ما شيء كله يسب الهواء. أنا ما أنس هواء حتى ما شيء يحترج يا غير هل العرب روحها يعني يمكن هل البلاد هاي حساسين أولا ما يقهرون المهب كان قاهرين صلف هالثلج هالدنيا كله بيتعايون ويا يوم بتيهم مهيب بشويون. كان هالبلاد لا سمعنا أذان ولا شفنا مسيد حتى كنيسة أنا ما شفت بعد لا كنيسة ولا مسيد. بيكون هذا أبوي لا لهم لا دين ولا مذهب الله أعلم شو مذهبهم. العلم عند الله. يخلينا حين هنا لا شفت كنيسة ولا شفت سمونه مسيد أبدا لا شيء عندهم أبوي لا كنائس ولا مسايد. شو الواد وين عايشين ها كل حد ابوي ببيته روحه مستغل ها. ها كل حد ابوي مستغل روحه دور ما داير هالدنيا هالبحيره. سبحانك يا رب. والله وين ساكني مره في طرف البحيره في طرف البحيره هنا ساكن في طرف البحيره. منو عندكم منو يرانكم؟ لا يران فلانيين والفلانيين والفلانيين قوم جورج وقوم ادوار وفريج قوم تشارلي. منو تشارلي خات قموش الله العظيم نشبه. We now we're at the Kawara Bungee Bridge Center. Bungee Bridge Center. This is for jumping. هذا ابوي الحين مكان هذا ابوي كله حق شو حق اللي بيعفدون. الحين برويكم الحين هناك شيء ابوي شيء شرات اليسر. اليسرى هاي معراض شرات البيم ويوقفون عليه العرب وابوي ها على ما تشوف الحين بصوركم يا بسير هناك ويعقون بعمارهم من فوق لين تحت وشيء نايلون هذا شيء يقبضها. حلو والله منظر جميل يعني فنان يا غير مال التضحية يعني هب تضحية قصدي مخاطرة يعني بتعم التضحية. هذا مكانهم بانجي. وعالم والله تي بيني وبينكم والله ما توقعت ان هالحجم من داخل. شو هاك الباب الصغيروني شوفوا ها شوف يا ربي اسم البلاد من كبره من داخل. لكن الحين شوف العرب هناك سيرها
هذا غيب. لا إله إلا الله. هاي الحين ثاني درية بغيت أي منها، البارحية وهاي الثانية، الثالثة عبتكم بالقرينات. إن شاء الله إن ما علي بأس. كله والسب أنتم، كله نياس أصور لكم على ما تشوفون. يجون العرب أبوي من الباب هذاك، حد منهم أبوي يشطنون بهاش الحبال، هاي الحرمة هنا تتشطن. أحب أصور لكم إياها بعد شوية، وتسير أبوي لين المكان هذاك. وهذا لا يعالجونهم أبوي في هالنايلون، في هالربل، هب نايلون حبال يعني مطاط، ويرضى خوبك لين مرة قرب البحر، قرب الـ 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 الوادي هذا اللي تشوفونه، يرضخ بك مرة لين قربه، ويرد أبوي ينتهض بك مرة ثانية. وهذا ها مخلينهم أبوي هاي اللي تشوفها الريال مسلقاي يسعف العرب، وأن أي حد يطيح مرة تلاحقه قبل ما يغرق له شياته. سبحانك يا رب. حد هناك ساير، لا لا هذا أظن من اللي يشتغلون شدنا. هذه ها حرمة أبوي شطن، أو هالشطين على ما تشوفون ها تفرها بيمي الحبال والدنيا. مقواش يشرح لها على الطريقة، يشرح لها كيف وما أدري شو. هذا شوفها سهل، أنا يمكن أيرب هذا، ما ظني ما يرب. شوفها ذاك وينها. أظني إيه شيء نزرو بعض من فوق الاتجاه هذا. والله اللغاوي خيبة. يت والله لزي، والله لزين وفنان، والله لزين وفنان. أظني أنا برو ها. هذا الحين بعد بيعقون من فوق يشرحون له، قبل اللي بي عبد يشرحون له اللي تدعوي في حامية اللهب. يا الله يا ربي، لو أنا بتظهر بتنجلع كبدي أبوك، بتطلع كبدي من ثمية. نعم يا سلام سلم، هذا عدل الموت ما سويته، هذاك يمكن. هي انا ابوي اتحرى، هذا مال السلامة ترى ابوي، ما بمال السلامة هذا ابوي، ليه عفد تلقوه ابوي ما يرد ينزلونه من وين يا لا تلقاه ابوي الطراد هذا ويشله. شوف انت ايوه، وانا اتحرى مال السلام انه يعني يوم حد وانه بيطيح يتلقى فوق له هذه لك عسب ما يغرق. ترى لا تنزل من مكان وتطلع من مكان. مقواك هذه الشاشة اللي يعرضون منه، يعرضون اللي توه عفد فيديو يصورونه
ويعطونه اياه. عاد حاليتهم وحليلهم طالعونهم. مثل ما قلت لكم عند اي فعاليه شيء عندهم يعطونهم هاي ها بيعولهم ها مثل هاي سفنيرات يعني كل شيء يعني اي مكان الفعالي مثل هالي عفدون المكان مال يعقون عمارهم تاخذ بها شطينات حبال ما ادري شو هاي صوره تحطها على كتفك ما ادري شو هنيها كل ابوي على تكاليف تكاليف النشاط اللي انت جاي عسب وهاي اشياء يميع الدنيا هنيها شو ما العاده هذا ما ادري شيء وايد ما بوبل انا اعرف الدنيا هذه كلها ابوي بوبل اعرف هالدنيا كلها شو مالي اسكنت اني بروم اعرف هالدنيا ليش جايبينها حق شو يعني شيء وايد قال لكم من قبل ترك اللي ما يعنيك فايده ذاك وين هذا متولين الحين where are we now which place Aerotown Aerotown this is a village yes village it's a gold mining village هي نحن في قريه يسمونها وات بني Aerotown Aerotown هاي قرية قديمة البنيان اللي فيها من أقل أيد بنيان له 100 سنة وممنوع راعي الملك إنه يهدمه ولا إنه يغير ولا يغير في أي لو يستوي لا يستوي فلذلك موجودات مطاعم هني نحن جايين الحين طالع المطاعم بعد وقرية يعني فيها بيع ومشترى وكل شيء وتشتري اللي تباه يعني تقريبا مثل شوبينج سنتر لكن صغيروني كريفي والبنية أمالهم على ما تشوفون شيء حلو يعني طريقة عرضهم يعني عادة تكون هذا أشكالها بالطريقة الأسواق القرى كل قرية لها سوق صغيروني يكون على هالطريقة شيء جميل يعني حلو كيكينات وين ما تصير طيبة شيء لو شياته لكن ما شيء شبرة سألته شيء شبرة لحام شبرة سمك شبرة خضرة لا بس في الصيف عجيب بس في الصيف مثلها ما سوق اللحاد وسوق اليمعة قالوا ما شيء وكان خاطري أصور لكم شبرة ما شيء تنسوي This one to put it inside the shoes Yes inside the shoe Okay Okay this is one Yeah And this is This is هادليقات لكنهن لكنهن from which wool this one from a possum fur من هذا ها and the sheep wool ومن الخروف هذا this merino is New Zealand like very thick أيوة هذا أغلب صوف عندهم مال خرفان مارينو this one yes. ها مارينو خرفان مال from New Zealand إنزين yes. and this one they yes, mix the wool for خالطين الصوف مال هذا الحيوان ومال هالخروف yeah. ايوه في استراليا ممنوع هذا يقتلونه ما ينذبح يذبحونه في هالبلاد في لين بس سكانتري لين نيوزيلندا يذبحون هذا ويخلطون صوف فنوي هذا ويسوون منها هالدليغات اللي تشوفونها مارينو also this one yes then it's made in New Zealand شفتوا هالجمبر بعد سبحانك يا رب نو يا بوت ماي وايف شي ويل وير هذا وين ما شي ابوي ما يرمون يلبسونه هذا بعد خالطين بعد صوف هذا الحيوان وهذا كل اشياءهم صوف يعني خدمتهم وغالي يعني مش رخيص هذه زليغات على $50 ما برخاص يعني بهاتش الحكي كل اشياءهم جلد وما ادري شو ها شو ياعد عند الله إيه ها ايام الياعد الاول منو هذاك من هذاك اللي ابوي اللي يحط الياعد في سيارته اسمك الياعد عشت عيشت ما حد عاشه خطف عليك عز في دول الشرق الاوسط كان لا بعد شي فندق هب فندق فنيدق سبحانك يا رب الله يا ابوك من البلاد كل شيء فيها متكامل هالقريه ها شرت لي في لندن شيرت لي صلوب
خمه أريافهم غريبة عجيبة سبحانك يا رب. شيء جميل الريف عندهم يعني تستمتع يوم الحين. الحين عبارة عن حنينة هالبلاد الحين ييتنا الريف هذا هو اللي زادها عراقة الزيارة يعني زيارتنا حق هالمكان. شيء جميل والله جميل يعني أروحي وايد عيبتني هالسيرة مبكر. هالبلاد ما فيها في الليل من يعدي المغرب وساير من المغرب وساير البلاد أبوي ماشي فيها فعاليات فعاليات هذا مال عادة دروب الشيطان اللي هي يعني اللي راعي السهر. السهر يعني ما بسهر بعد البطالي وايد بطالي خفيف خفيف يعني بارات وما بارات والمطاعم اللي فيها الشراب يعني شي هي هي انك انت الحين بتي وتبى تحوط في الليل ماشي في الليل ابوي عندهم ابوي بارات وصبخ مور في بطونها غير ماشي. هذه هي البلاد هذا حمدون وهذه خلاجينه غير ابوي لا تدور ماشي عندهم في الليل. في النهار ترى ما تشوفون يبال ووايد الفعاليات الانهار وتزحلق على الجبال وها بيوت للبيع وحدائق وكل شيء وكل مبتاع سول يعني أبو هكذر عندكم بيزات العرب ليتون هب العرب يعني إلا وادم ليتون والله يلا بس عليكم جينا أبوي من عقب هاي البلادين اللي يحيدونهم الحين نحن في عين الماء في نص البلاد ومن خنخوش لين خنخوش ومن خنخوش لين خنخوش سايرين بنجد مطعم كلها على ما تشوفونها خناخيش خناخيش غاوية ذكرتني ميكينوس شي على البحر غير هايش على البحر بلاد حارة. الفرق بين هذه وهيش انها هذه منطقة بارد وهيش بحرية اما تشوف هذا المكان ويتم شي انا قاعد هايش البحيرة الباطنية صورت اقولكم فيها وين اللي صورنا الباحث وين اكلت الاسكريم مال الاسكريم هذا الشارع هذا اوله هذاك اخره وهذا اوله هذا الاول هذا وين مشينا اول بان وهذا ابوي منظر هالمطعم اللي صار نتعشى فيه فوق اسمه كول فاير هذا نيشانه كول فاير اظني مطعم الصخام كنا كول صخام كول فاير مطعم الصخام شوها بعد مطعم عدالها شوف هاي حباية شوها تحت لين فوق حباية خبركم والله يا بلادهم هنا فنانة حب أخبركم من جيت أنا ما شفت لا قطاب ولا شي ياتي في هالبلاد قطاب ما شي حتى وين المطاعم يا بني لأن أكلهم بقياس هاك المطاعم يفررون وشي يطيح من تحت وشي يحت ويلقطونه يلقطنا القطار شو بيزيد عنهم المدخل بعد من الخلف وداري بعد من غير أقولكم والله أني أروح ريحة حد يدوخ قدو ريحة حد يدوخ قدو شارات ريحة مغليون هب مدواخ ريحة قدو ما يندرج حد هني من جماعة اللي يدوخون قداوة يمكن اي والله العظيمين ما يروح ريحة قدو ها شو قلت هاي المدخل صدكم هاي المنظر اللي ورا تدروا هذا شو هذا وين صرنا اليوم الصبح اللي البارح ابوي يتحرى بيت حد او قصر وطلع ابوي هذا قمة اليبل اللي بساعة اكلنا فيه مرتين شرب من الكوفي نسيت بعد اسم الكوفي وما تلفريك المطعم حلو وغاوي من داخل عادي يعني مش انه يعني هناك في ممر مثل البرندة بلكونه كامل على خبر المطعم من اوله لين اخره وشي فيها مثل كباين كم كشفات يعني مشاهدات الشارع الرئيسي ومرم تصور لاخر هذا شيء ناس وايدين وهذا عم ما تشوفون
محاولات عادية ما في شيء يعني غريب. ما في شيء مميز. كان مطعم كديكور يعني حلو. من مطاعمهم هم يعني العريقة. يعني طباخ وسامانهم كله على حطب. يعني ما بدنا من أفران وما بدنا شو لا. يعني شيء كلاسيكي اسمه. بالنسبة للفندق اللي نحن فيه الله يحفظكم، الفندق اللي نحن فيه لازم الإنسان يكون عنده سيارة مستأجر له، مو عندهم دريول يوديهم ويجيبهم اللي بيسكن فندقنا، لأن ما شيء قربك لا محلات لا شيات، ما شيء إلا قربك البحيرة وتتم أبوي زابن في الفندق. إن كنت بتلف في الدنيا هاي كلها لازم دريول، أو إنك تسكن في عين الماء. عين الماء وتركب باسات تمو ما تشوف كل شيء تبغى تستعمله. يا قير إذا بتسكن فندقنا نحن هاري توني عديت اسمه نكر مثل دنيم أول هوتيل ماتاكاري. ماتاكاري لازم أبوي يكون عندك سيارة بدريولها وتستأجر السيارة يعني. بس يلا هاي شوربتي أنا مال هذا مال بحر هل تشوفونه محار و كان شويه يا نغر ما ادري شو دوت وكل شيء. وطلبت سمكه من غير بعد ما شوي وستيك بعد ما شوي. هذا ريولي هذا عشاي. طلبي انا طالت اماركم هذا بطلبي الحيمه هالخريف هالهريفي خريف هريفي نيوزيلندي طليعاته شوفوها دق الصبع ها طعمه زي الحنفه ها شيء لا صار ولا استوى. الحين ما تضليع خريف نيوزيلندي زي قلت في خاطري ما بيسدني هو صدق اني ما بيسدني شويونه. طلبت ابوي سمكه من قيس يسمونها صول هاي عاده تي شرات عندنا تظهر في الرقوق في الرقوق تي لها اسم من فصيلة الوحر هي من فصيلة الوحر غير ما يحضرني والله اسمها نسيتها اللي شي تمشي ما اتذكر ولا يسمونها. امس مطرشي لي بعد قبو ناصر يعني الله يحفظه ناصر عيد بن سيف مطرشي لي منها يمكن 10 سمكات مطرشي لي منها النوع نسيت والله يسمونه نسيت والله من فصيلة الوحر هو. على هالاساس ابوي انا اطلب صحنين طلبت هذا الصحين هذا طليعات ابوي ما يسد حتى لقمه ما يسود حسب في طرف الصحن الثاني انا اللي هو السميكه هاي اللي شرات ما تدريون شراتها بالضبط طلب حسب فيها طرف صحنين يعني هذا هل كثير ما يمزر حتى ماي وحيد يوصل للمعده اللي يعد. You know why I order two orders? What? Because I try the first one. If I don't like it, I will order the other one. I will eat the other one. Okay. But I ordered two, and both of them, I like them. So you need to eat more. No. No. That's why I said to you because you was look like strange. You feel it. No, but I wasn't. So well, don't worry. Thank you very much. Thank you. Can I take it? Yes, please. Thank you. نسيت أخبركم عن السلطة. السلطة بارك الله فيكم فيها مثل النخاي اللي هو الدنقو وهم بدنقو أعتقد. قال مونت شيء غير مريث قرب زين. ولا ترى بندق هذا بندق طري فريش زين ويا جبن هذا شفتوا الجبن هذا اللي فيه البكتيريا الخضراء اللي ريحته ما تتشاهد لكن يوم حطوا له الخلطة والدريسنج وهذا قد فنان والله. ما بيا فنان يعني زين وما أدري شو هذا يمع الخراوسي يعني يا غير طعمه زين لذيذ سلطتهم فنانة تحس إنها هيلثي ما شاء الله صحي وفنان ورقم واحد. يوم نحن نيهم أبوي مطعمهم يصفر ما في إلا نحن والحين تزر عن بكرة أبيه ما شيء ولا طاولة فاضية. إيه وأقول تباركوا بالنواصي والأقدار نحن مبروكين أبوي ما نحل في دار إلا تغدي عمار تبارك الرحمن. أقولكم من المثير للجدل مثير للجدل في المطعم هذا حمامهم ذو عمل ذو وجهين ولا عمل ذو وجه
لا يعمل ذو وجهين، ما الرياين وما الحريم، ما شيء ما الرياين روحه ما الحريم روحه. لا اللي ما قالوا مصريين اللي سبق أكل النبأ، اللي يدخل ويترير بعثاري. اي والله أول مرة كنت أدخل مطعم المختلط ما الرياين وحريم ضربة. Thank you very much. Thank you. Good night. The food, it was delicious. Thank you very much. And the service, it was very good. Very good. Thank and, you. And all the people here in this country, very good. Excellent. Thank you. Thank you very much. Good night. Yeah, أكلهم زين. أكلهم زين يعني مالهم. زين مالهم يعني على دقع حساب الرزيق. يعني على مستواهم كطبخهم مال هالبلاد. مش فنانين هم يعني ما يعني مميزين بالطبخ والاكل والشرب يعني اكلهم يعني ايتك عم ما تقول ميتك اكلهم فنان على قياسهم يعني اللي اقصده فنان على قياسهم. الحين ظهرت من مكان بقول يتحرى عميل بظهر من وين دخلت فرني نزلت ما ادري وين دري داخلي حتى تربعك بسم الله كيف يعني ما ينعنى له ما تروح تعنى له ودي ثاني يعني لو جيت انا مره ثانيه ما باكل فيه ما بدنا شيء يا غير مش مميز مش انه يعني ما تذكلنا اكل هالنوع يعني مش من المطاعم اللي تهاذيبها ولا تطريها ولا تتفشر بها لا مطعم عادي ماشي بحالك يا ابوي بس من هالدواخه بارك الله فيك بس عليك من هالدواخه بس عليك بس بينقع راسك وانت راب ابن وهاي قلت الله تبي تداني بها وان اتس فيري بيوتيفول قلت لها فيري اكسبنسيف باك قلت الله للي يقول لي الفيديوهات وانا يودهن تراني كم ودي مخبرنكم انا يودهن وانزلهن تراني على اليوتيوب كل نهاية رحلة ايمعهن كم فيديو يستوون ساعات 5 7 10 50 30 فيديو على حسب الرحلة كل يوم كل يوم آخر الليل أنزل أبوي الستوري كامل ويود عندي في السمون هو في الجاليري يوم أرد بوظبي نزلت حط شبكنا ونزلوا عاد العيال أنا ما أعرف له ينزلون أبوي على القناة اللي توني حطيت لكم إياها أحمد لو اللي بيرد على القناة بيلقط القصيص مالات العام ومالات سيرة لندن ومالات سيرة المغرب وسيرات مصر وبانكوك كلهن مريودات مكان واحد سيرات البحر سيرات اليزر كل مكان ما يضيع زيادة الحين انتهت الحلقة اليوم حلقة اليوم انتهت وضوء الليل الحين كم عندنا الساعة 9:30 ابتدى المطر ابتدى على ما تشوفون تشوفونها ابتدى المطر الحين بيتم ابوي همالي لين الساعة 12 الظهر باكر ولا 11 10:30 يمكن 10:30 بيوجه المطر ابوي عندهم وبنبتدي عاد رحلتنا باكر على فكرة بكرة شيء رحلة فنانة رقم واحد ولايتية هبتغفلون شيء تصوير ما بخلي شيء ما بسوي لكم يا باكر إن شاء الله باكر على آخر يوم لنا نحن في نيوزيلند ورا باكر بنسافر بنسير سيدني ونجلس في سيدني 4 ليالي عقب برد بنيكم مرحب وين أنت تعال How are you I'm good and you Nice to see you again Everybody say hello for you Hello everyone. Your name, I give them a new good name. Namlo. Namlo? Very, yeah, very famous name. Oh really? Namlo. Hey, Namlo. Thank you. زين بقول لكم الامور عاد باكر وايد التصوير وشي حلو ان شاء الله باكر اذا رجعنا من الحي بتكون.
فيها هليكوبتر وفيها ما أدري شو وفيها بر وفيها بحر وفيها أمور لها أول ما لها آخر. طيارة 4 ساعات في الهليكوبتر باكر إذا الله زعلنا من الحين. أو أمور ما شاء الله المتصبيب أقولكم. ويوم برد ما سبراضي في الليل بل بشيرنا بسير سدني نهار ثاني ورا باكر عشر آخر ليلة هنا في نيوزيلند وبنيس 4 ليالي ويوم الخميس إن شاء الله الصبح بنكون في مطار الدولي إذا الله جعلنا من الحين. أسأل الموظف how many rooms you said here? 15. 15 غرفة أبوي في الفندق. عندك حروايدات الغرف ترى أبوي له 15 بينهن كلهن أكبر شيء. This is what I stay in. This is the biggest size. The biggest size room, my room. There is something that's bigger. There's the owner's cottage which is bigger, but you have to buy it as 4 rooms. Uh-huh. There is. You've got a deluxe. Thank you. Good night. Good night. Come ask Eric the owner. Who's the owner here? It's the Robertson Group. Robertson Group. Yeah. Ah, this company name. Yes, they're based in America. Okay. Thank you. Good night and have a nice dream. شفته؟ أبو محمد مساك الله بالخير والنور والسرور. أكلمك من أرض الحدث. أرض شو يسمونه هذا؟ جبل الأخضر. جبل الأخضر. جبل الأخضر. حياك أبو محمد. مشمش خوخ يا مرحبا. سلم عليك وعلى المشاهدين ومتابعينك. على راسي يا أبوي. يا رك الله ويا الله راسك يا أبو سيف. يا حافظ عليك ويا زينك ويا زين رمسك ويا زين معانيك ومذهبك. يا حافظ عليك وعلى بني شعب. على بني شعب اللي انت منهم. الله ييسر امورك. خالد في ذمتي اني من اشوف اللون هذا انك تطري علي. كل ما اشوف هاللون تي عبالي وصدقا عندك ذوق حلو.